وصل مئات النازحين من محافظة الرقة إلى بلدة عين عيسى شمال الرقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، حيث بلغ عدد النازحين من مناطق القتال في الجزء الغربي من الرقة حوالي 250 نازحاً منذ بدء عملية غضب الفرات التي تهدف إلى تحرير الرقة من سيطرة تنظيم داعش. يعني إذا ما فاتوا اليوم فاتوا 400-500 سيارة، هذول معنا اللي فاتوا من دون الميتورات، من دون المشي اللي فاتوا. يعني اللي معه ميتور فاضي صار يشيل ركاب مشي، واللي معه سيارة معه فضاء صار يشيل فيها ركاب كمان. يعني الدرب كله مليان ركاب، كله طفشنا عنه طفيشة. أنا جيت من الرقة، الرقة قاعد تفرغ كامل، وإحنا لما نزحنا من غاد يجي فوق 1000 عيلة، يعني بي ظلم بشغلات من زينات كويسات من خالص. ووصلت مؤخرا نحو 400 مركبة تقل نازحين من مناطق القتال بمحافظة الرقة إلى بلدة عين عيسى شمال الرقة، حيث هناك اتفاق بين المهربين وعناصر تنظيم داعش للسماح لهم بالعبور بالطرقات مقابل تحصيلهم مبالغ نقدية من النازحين. أنا من سكان الرقة، من محافظة الرقة. لما طلعنا تقريبا شيء فوق 300 سيارة 400 سيارة. المهرب متفق مع الدواشي بيفتحوا له الطريق من الساعة مثلا 1 بالليل لساعة 2 بالليل، بياخذ من العالم 1500 دولار و1000 دولار و500 دولار. الدواشي هلكوا الناس بالبلد هلاك، هن والمهربية. سكر الطرق، أي شارع بدك تفوت اليوم على بيتك ما بتحسين. إذا بيتك مسافته 200 متر طول شارعك بيت لسواتر تراب. حفروا خنادق بالبلد، دمروا البلد، دمروا الشعب، لا ظلت أطباء بالبلد، أطباء البلد كلها طفشت. وأوضح النازحون أن عناصر التنظيم ألحقوا أضراراً ودماراً كبيراً بمناطقهم إلى جانب إغلاق الطرقات وحفر الخنادق.